يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد السبت طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية وعلى عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.